معنا في هذه اللحظات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. طويل العمر، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ياك الله صاحب السمو، الله يبارك فيك. يا مرحبا طويل العمر. أنا بس بغيت أبشر بناتي وأولادي. نعم. طالبي الماجستير والدكتوراه. نعم. الحمد لله، يعني نحن الآن نتلقى الطلبات موجودة في مكتب دكتور عمر عبد الحميد المستشار، وإن شاء الله يعني يحصلون على منحة في الماجستير. ما شاء الله. وإن شاء الله يعني هذا القرار يعني اتخذ قريبا الآن. ما شاء الله. يعني من خلال برنامجكم نعلن لهم. جزاك الله خير. وهذا طبعا في جامعة الشارقة. ما شاء الله. وأنا سعيد يعني أن أسمع بناتي عندهم هذا الطموح، حريصين أن يصلوا إلى الماجستير والدكتوراه ويشتغلون في البحث العلمي، والحمد لله. ما شاء الله. فإن شاء الله نقول لهم يعني يتوجهون إلى مكتب، وإن شاء الله قبل إن شاء الله بداية الدراسة يكون كل شيء تم إن شاء الله. الدكتوراه كذلك طويل العمر؟ إن شاء الله في بعض الحالات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تعرف يعني الدكتوراه تكلف كثير. صحيح. لكن يعني الشيء المناسب، يعني مثلا نحن لما يكون واحد يبحث في مجال الطب طبعا نصرف عليه، مجال الهندسة نصرف عليه، لأن هذا بيتخرج عندنا عالم. صحيح. ولذلك يعني نعتني بعناية كاملة. نحن الآن في مرحلة الماجستير، فنحن نأخذ الماجستير الآن ونكمل لهم إن شاء الله، وبعد ما يخلصوا الماجستير بعد يطلبون إن شاء الله عن طريق البث المباشر أو استقبال المباشر. إن شاء الله إن شاء الله يا طويل. إن شاء الله. جزاك الله خير، ما تقصر يا طويل العمر. جزاك الله خير، وخيرك دائما واصل وسابق. جزاك الله خير. إذا نحن نخبر الأخوة المستمعين جميعا لمن أراد أن يتوجه إلى مكتب الدكتور عمر عبد الحميد أو جامعة الشارقة إن شاء الله يا طويل العمر. نعم، هناك في موجود برنامج يعني قبول الماجستير إن شاء الله. إن شاء الله. ولو أني وصلتني أنا القوائم بعض منها، لكن حنا ننتظر تكون يعني إن شاء الله أعداد تكون مناسبة يعني. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعمل لهم تخريج. وهذا يعني إن شاء الله بحجم تخريج الجامعة بإذن الله. وهاي عيدية العيد يا طويل العمر. جزاك الله خير. إن شاء الله. تعرف يعني البرامج الموجودة في جامعة الشارقة يعني الآن تصل إلى حوالي 86 برنامج. ما شاء الله ما شاء الله. يعني مش قليل يعني. ما شاء الله. وهذه البرامج يعني مش يعني ليست برامج ارتجالية، وإنما هذه مع جامعات. نعم، دولية. وكل جامعة عشان تعطينا هذه البرامج يعني تأخذ مبالغ. صحيح. وتشرط علينا شروط وعدم تسريبها وعدم كذا، يعني تعرف اتفاقية. نعم طويل العمر. ولكن نحن روحنا نبدع البرنامج لا، ما يجوز. صحيح. لأن هذه برامج مدروسة ومجربة، وهي يعني موجودة على الخط التعليمي الصحيح يعني. ولذلك يعني نحن بالنسبة للجامعات الشارقة والأمريكية، لكن الشارقة الآن تتوسع بطريقة جدا ما شاء الله سريعة يعني. ما شاء الله. يعني نحن يوميا نسأل الآن مواقف السيارات جهزت ما جهزت. نعم. إن شاء الله هذا ألف موقف سيكون هنا ما شاء الله في هذه الأماكن، ألف موقف الطلبة والبنات. الحمد لله. جزاك الله خير يا طويل العمر. جزاك الله خير. يعني زيادة مباني الأقسام الداخلية للبنات كذلك، لأن عندنا كثرة. بعد كذلك تجهز، يعني أنا بالأمس يعني اتصلوا بي الإسراع بإيجاد الطريق بسرعة، لأن كل شيء جاهز قبل افتتاح المكتبة. نعم. نحن نسرع على أساس تنقل الكتب الآن. ما شاء الله. لأن ما نقدر نحن ننقل الكتب في وقت الدراسة، فالآن لابد أن تنقل الكتب إلى المكتبة الجديدة حتى يكون وقت الدوام في الشهر القادم يكون كل الكتب وضعت مرة ثانية. إذا الصيف مش للإجازات طال عمرك. لا، شغالين. يعني وأنا شغال معاهم يعني اتصالات يومية. جزاك الله خير. والحمد لله يعني. طال عمرك أنا كان في بالي سؤال فيما يتعلق بالجامعة، ودائما سبحان الله يدور في ذهني، يعني الآن جامعة الشارقة ما تعاقدت أو تعاونت مع جامعة واحدة معروفة ومشهورة من الجامعات، ولكن كل برنامج مع جامعة من الجامعات من أستراليا من كندا من أوروبا مختلف الجامعات الأوروبا. ليش طويل العمر هذا التنوع؟ هو نحن لا نجري وراء الجامعات باسمها، نحن نجري وراء البرنامج باسمه. البرنامج. نعم نعم. يعني هذه مثلا أضرب لك مثلا على جامعة شيفيلد، يعني نعم هي عندها هذا البرنامج يعني في العلوم. في العلوم. نعم.
وهي محرصة عليه يعني ما تعطي لحد يعني. ولكن أنا يعني عملت معهم اتفاقية وما أعطوني، أعطيت معه اتفاقية ثانية ما أعطوني، كرموني بالعكس يعني، أعطوني دكتوراه فخرية وخذوا القصة مالي، عملوا مسرح يعني مثلوها مسرح. وقلت لهم أنا كل هذا ما أكعب، بس أعطوني هذا البرنامج يعني. فأخيرا قالوا طيب خلاص هاي اتفاقية ثالثة نعطيك البرنامج. جزاك الله خير. فهي حصلنا البرنامج. نحن من يوم ما حصلناه السنة اللي فاتت تخرجت أنا الطلبة والطالبات من هذا البرنامج، والذي حصلوا فيه على شهادتين، شهادة من الشارقة وشهادة من بريطانيا. سمعتوا به؟ نعم صحيح. نعم. نعم صحيح. شوف كيف هذا الآن هذا لم يأتي بالراحة يعني بسهولة. مفاوضات وزيارات كم جريت وراء هذا. جزاك الله خير. يعني الى هذه الدرجه يعني. جزاك الله خير يا طويل العمر يعني. لكن في النهايه نحن ناخذ الثمره جاهزه، وما ندري ان انت تعبك هذا كله يا طويل العمر ياخذ ربما سنوات حتى بعد. الحمد لله يعني. وفي جامعات مثلا عندها تخصص خاص نحن نريده يعني. نعم. وهو ما ليس بالبرنامج الكامل يعني، لكن هو جزء من برنامج كذلك ندخله. نعم. وهكذا يعني، ولكن ما ندخل هذه البرامج ما لم نحن في قبول مقتنعين فيها. نعم. من الاعتراف من وزارة التعليم العالي، واعتراف من المؤسسات العالمية الأخرى يعني، متروسة يعني، ليست بالارتجال يعني. و يعني العمل الأكاديمي ليس بالسهل طبعا طبعا، وليس بالارتجال. و نحن نتمنى يعني لو عرض مرة اجتماع الجامعة كيف 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 يدار المجلس، كيف يدار فيه الموضوع، نقاش مستمر وكذا، عندك أعضاء المجلس الجامعة. نعم. مجلس الأمناء. كل واحد فيهم رئيس جامعة. مجلس الأمناء. نعم طالب. رئيس جامعة. نعم صحيح. تصور، ولما أنا طبعا عندي مجلسين يعني، مجلس الجامعة الشارقة ومجلس ندير الحوار. طيب يا فلان أنت في جامعتك ما مر عليك هذا الموضوع، كيف عالجته؟ صحيح. عالجناه بالطريقة هذه. جميل. أنت الثاني كيف كذا؟ أحصل أنا في كل عرض موجود إحنا يعني متبشكلين ثلاث أربع إجابات ناخذ منها الصالح. بتشوف هذا واحد من أستراليا، واحد من فرنسا، واحد من أمريكا، واحد من عصارة التجارب، من كندا واحد. وليس يعني ليس من 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 ناس من جهة معينة أو مجموعة، لا لا، متنوع. لأن العلم هنا لا يعرف الجنسية، الجنس يعني لا يعرف لا اللون ولا الجنس ولا يعرف ذاك ولا الهوية. علم صحيح يتجرد فيه الإنسان من كل شيء، لأنه يركز نفسه على العلم ولا يقول أنا يعني هذا العلم. هذا العلم نحن مالنا، هذا العلم نحن أعطيناهم إياه. صحيح. وهم أتوا أخذوا مننا، نحن طبعا لابد ناخذ منهم. نعم. ولكن إيش ناخذ منهم؟ ناخذ العلم الصافي وليس القشور اللي فيدنا. نعم. لا، إذا كان العلم في شيء شوائب نحن النقي. صحيح. إيه ما نقبله يعني بالشكل هذا. جزاك الله خير. والحمد لله إن شاء الله نبارك يعني الدفع اللي بتي إن شاء الله مقدما إن شاء الله يكونون طلبة صالحين. ونحن الحمد لله يعني بالأمس اعتمدنا أكاديمية العلوم الشرطية إن شاء الله الطلبة اليوم يقبلوا. الآن أحد الأخوة طال عمرك من أكاديمية العلوم الشرطية يسأل أن هل اللي خلص من أكاديمية العلوم الشرطية ممكن يقبل في الماجستير كذلك؟ لا، ياخذ هذا ياخذ في مجال العلوم القانونية. ما شاء الله ما شاء الله. هكذا عندهم هذا المجال، وفي كثيرين الآن من الضباط هم الآن يدرسون ماجستير. نعم صحيح. في مجال القانون، والحمد لله يعني الأعداد السنة ما تتصور يعني. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني القبول في كليات الطب يعني من 98 وفوق يعني. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا مش لكل حد يعني، لا يعني هذه يعني أقل واحد طال عمرك من 98. لا، نحن عندنا من أولادنا ناخذ 90.
دولة الإمارات. من الإماراتيين. نعم. إيه نعم. من دولة الإمارات نأخذ نحن عشان نعطيهم الفرصة. صحيح صحيح نعم. والباقيين يأخذون من حوالي من 94 إلى لكن 98 اللي جاي من برا. ما شاء الله. إيه هكذا نقول ما عندنا أماكن يعني. والآن كل الأماكن مليانة. يعني. ممتلئة ما شاء الله. وهذه بعد فرزها ترى تأخذ وقت. وقت يعني. نعم وقت. الله يعينكم يعطيكم الصحة والعافية طول العمر. هنا ما أنا ما أتكل يعني أنا حاط مثلاً نظام. نعم. يعني وهو ماشين عليه كل الجامعتين ماشين على نظام معين طريقة القبول ومن نقبل ومن لا نقبل يعني بشكل هذا. بعدين نحن الهم الأكبر في الجامعة صحيح أنك أنت تضع هذه القوالب من العلوم ومن كذا لكن همك على بناتك في الجامعة أولادك في الجامعة طبعا هم كبير لأن نحن نراقب السكن ونراقب الحركة داخل صحيح. الجامعة صحيح. ويمكن الطلبة ما يحسونهم يعني ما يحس إنه هو مراقب لكن نحن نراقب يعني نراقب لمصلحة الفنية طبعا يعني نحن أي ذرة من انحراف ما في رحمة جزاكم الله لا خلاص جزاكم الله يعني أنا عندي طلبة كانوا في السنة الثالثة لا ما في رحمة لا خلاص هذا فسد وبيفسد اللي بعده لا خلاص يعني إلى هذه الدرجة. وبعدين في طبعا التزام في حشمة وفي كل حاجة الحمد لله رب العالمين الحمد لله وتخاف يعني مثلا أنا لو أضرب لك مثلا نعم. يعني كانت المكتبة الخارجية الطلبة كانوا الطالبات يروحون منها نعم. ونحن كيف يعني نخرج الطالبات من الجامعة هذه داخلة ببطاقة نعم. وأنا خرجها بسيارة وديها المكتبة وما أعرف أنت تخلص وترجع خارج الحرم الجامعي خارج الحرم. الآن أنا أبني مكتبتين كل مكتبة تكلفني فوق 50 مليون يا الله واحدة للبنات وواحدة من أجل الحفاظ عليهم هتفتح الآن إن شاء الله قبل الدراسة ما شاء الله والثانية لاحقة فيها إن شاء الله ما نقدر نحن نفتحها ليش لأن هي تأخرت شوي نفتحها وين في إجازة نص السنة ما شاء الله ليش لأنك أنت بتنقل كتب بتعطل صحيح بتعطل مسألة البحث ولذلك أنت مكتبة بتخلص بتجهز لكن ما ننقل لها الكتب إلى أن حصل الفرصة فيها إجازة نص السنة على طال الكتب طال عمرك كذلك الموظفات يبعثون رسائل قدامي يقولون يبشرونك طال عمرك بأن النقل الحمد لله يعني على قدم وساق ويبذلون جهدهم جزاهم الله خير الحمد لله الحمد لله ونحن يعني ندعو يعني البنات والأولاد أن يجتهدوا أنت ما تعرف يعني لأن هذه السنة اللي يعني يتعثر فيها الطالب يعني تكلفني مكان طالب أنا طبعا أن هذه منح صحيح وهذا موقع إذا حتى هذا الإنسان لو روح الدافع المنحة الدافع المصاريف يبقى هو معطل كرسي نعم. يعني معطل كرسي وراء بعض يعني لو أنا عندي في هذه السنة أنا أقبل 100 طالب في هذه الكلية لو سقطوا 20 منهم السنة الثانية كم أقبل 80 طبعا مش أقبل 100 أنا صحيح بيكون أخذ مقاعد غيره تعطل يعني هكذا صحيح. يعني ولذلك نحن نحرص بعدين حتى نوقف المنحة مرات مش بخل لا هذا تحفيز ما عندي طريقة يعني ما عندي طريقة يعني أحثهم أكثر من هذه جزاك يعني. الله خير جزاك ونحن الله. لما نشوفهم يصيحون نرجعها يعني ما نطول يعني لكن تريد أن هؤلاء شوي يجتهدون ما يقول أنا والله ما بنطرد قدامي سنة ولا سنتين لا المشكلة أن الأماكن اللي نحن نحتاجها يعني والحمد لله الحمد لله وهذه المدينة الجامعية مدينة فيها كل شيء يعني فيها من كل الوسائل يعني الأندية اللي فيها أنا أريدكم أنتم مرة تعملون تغطية على الأندية حاضر. الموجودة في الجامعات حاضر طال عمرك الأندية والمرافق والمؤسسات يعني فيها من كل الجامعات أنا استغرب طال عمرك حتى الجمعية التعاونية موجودة المصرف الشارجة موجود يعني ما يحتاج هذا الطالب يطلع برا أبدا يعني الحمد لله كل يعني موجود هذا فيه يعني التجمع هذا اللي هو في نادي الطلبة ونادي الطالبات لما تروح هناك ما تفتكر أنت أنك أنت يعني لا في حتى في ألعاب فيه
سبحان يعني الله. في ألعاب يعني بينج بونج وغيره وبلياردو مش عارف ايش اظني حاطين في الدور الثاني عاملين لهم يعني ما شاء الله. ولكن في كل حاجة بريد تحويلات يعني كل صحيح. حاجة فيه يعني الأنصاري للصراف على ما أذكر ما شاء الله كل المسائل. نحن يعني الآن في هذه الجامعات يعني نحن في كل سنة يعني نضيف يعني ما يقارب من حوالي 400 مليون كل سنة. جزاك الله هذه بس مشروعات. جزاك الله خير. جزاك الله هذه غير عن المصاريف اللي هي الأخرى. الحمد لله يعني لأن احنا عندنا دعم كذلك بالنسبة للجامعات. يعني الجامعة ما نتركها نحن هي يعني ما تعتمد هي فقط على 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 المصاريف اللي تحصلها من بعض الطلبة. لا لأن الحكومة تدفع يعني تدفع مبالغ يعني يعني نوصل مرات يعني في بعض الجامعات. بس السنة هذه طبعا ما في يعني يعني المداخيل على قد المصاريف لأن أي مصروف نحن عندنا في الجامعة يعني أي مربح يعني مثلا الجامعة الأمريكية تربح 25 مليون هذه ما تأخذ تصرف في مجال. لا هذه تنعكس على ثلاث أشياء. نعم. هذا طبعا برنامج أنا واضح أنه طبعا نعم. هذه تنعكس على ثلاث برامج: برنامج تطوير الطالب، برنامج تطوير المدرس، برنامج تطوير البرامج. نعم. فبالنسبة للطلبة الطالبات البرنامج اللي لهم اللي هو تطويرهم بالنسبة لي الصرف على أنديتهم على جميل. على مرافقهم وسائل الترفيه والراحة هذه يعني بالنسبة لهم. بالنسبة نعم. للبرامج التطوير اللي هو تحديث تغيير بسرعة كمبيوتر تخرب يعني ما ذاك برنامج قديم نغيره نشعر المدرسين أعطيه دورات لا أعطيه بدل أولاده أريحه طبعا يعني يعني أعطيه يعني حصل مرتب غير مباشر أكثر فيعطي أكثر. جزاكم الله خير. فهذه من وين جت؟ هي رجعت مرة ثانية نحن ما نأخذها في عيالي. نعم. الحاجة الثانية إنه ما يقارب من حوالي 40-50% من الطلبة كلها منح من الجامعة. نعم صحيح. الجامعة هي وحدها تعطي. صحيح. فأنت لو جايب يعني امتياز وجايب كذا يعطونك منحة ببلاش. يعني تجيب جيد جدا ولا جيد يعطون 50% تجيب مش عارف إيش يعني في خصم. صحيح صحيح. وهذه كلها ترجع وهي منظومة كبيرة يعني أنت لما تجي تشوف العملية مش سهلة. يعني ما تدخل فيها يعني كأنك مش تدير جامعة وجالس على كرسي وغيره لا نعم نعم. عملية كبيرة يعني في المعمعة يعني مثلا نحن نجتمع مثلا عندنا مدير الجامعة وعندنا كذا مدير الجامعة هذا يخرج برا نقول من فضلك اخرج برا لأن بنقيم كله نعم يقبل هو يعني يخرج يعني نعم. ويصير نقاش حول المدير لا في لجنة خاصة تتبع أعمال المدير هي عندها يعني اللجنة هذه تتبع كل ما وتقيم وكذا تقيمه كم مرة سافر كم مرة ترك الجامعة كم مرة مش عارف إيش أيوة. كم مرة ما داوم كم مرة غير مراقب وهذه كلها من الأشياء اللي ما يعرفونها الناس يعني لا لا, لا طبعا هذه هو إصلاح الجهاز نفسه نعم. وبعد شوي يقولوا له ادخل يقوم هو يعني يقول شو اللي صار شو كان قلنا لا خلاص سلامة خلاص بس بيعطوه نعطيك مذكرة انت اتبعها طبعا المذكرة هاي تقول لي اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا يعني بشكل هذا ما شاء الله ما شاء الله. كل هذه الأمور يعني صحيح هي إدارة لكن إدارة خاصة بأنك انت تعمل في مادة تدخل في العقول أي هز فيها وخراب يخرب هذا العقل طبعا طبعا هكذا الحمد لله يا الله أخي. يوفقكم يا طويل العمر الله وأنا يوفجكم. مرة بس بغيت يعني أمزح معك نعم أنا كنت واحد من بناتي تدرس في لندن قالت أبوي أريد أشوفك وأنا قلت أنا عندي اجتماع بخلص بشوفك في المكان الفلاني نعم أنا كان في شنطة في دي شنطة خرجت أمشي هي. إلى المكان وعده فأنا تعبان كنت كثير يعني قالت يا أبوي ليش ما تخلي حد يشيل عنك الشنطة
انت تعبان؟ قلت له والله يا بنتي ما تعبان من الشنطة، تعبان من هالراس اللي فوق هذا الجسد. قالت ليش؟ قلت له مليان. الله يعطيك. قلت له اليوم، قلت له يعني عمل يوم كامل، الله يعلم يعني انك انت تدير يعني فترة صحيح. من الجامعة من صغائرها وكبائرها وكل هذه الأمور اللي موجودة. الله يعطيك الصحة والعافية. والحمد لله. نحن نتمنى يعني الآخرين يعني يعوا أن هاي المادة أو الزبدة اللي توصلهم يعني ما تصل بالراحة. يعني في اجتهاد وفي تنقيح وفي ترتيب وكل هذه الأمور حتى تصل إلى يعني مثلاً في الجامعة، يعني ننظر في الجامعة الأمريكية. الجامعة الأمريكية هذا الاجتماع أن فيه مندوب عن الطلبة يشتكي على المدرسين، يشتكي على الجامعة، يكلم رئيس الجامعة، يكلم رئيس الجامعة يقول له أنا المدير ضرني في كذا والمدرسين ضرونا في كذا، ويدري برأيه. بعدين كل الموظفين لهم عندهم مندوب عضو في المجلس ويتكلم عنهم، عن موظفينه، عن موظفين، عن غير كذا. يعني العملية مش سهلة. صحيح. يعني هكذا يعني، والحمد لله. الله يعطيكم الصحة والعافية. يعني نتمنى إن شاء الله يعني الآن يعني كثير من الجامعات تفتح وكذا شوية ترتقي يعني وتطور من نفسها، ويعني تعرف هذا أنت لما تعطي شهادة ولا يعرف وين يوديها والمشكلة. طبعًا طبعًا. وإن شاء الله يعني. جزاك الله خير يا طويل العمر. نبارك لبناتنا وبنين أبنائنا المقبولين إن شاء الله قريبا بإذن الله، وإن شاء الله الآن يعني خلال الأيام القليلة القادمة تفصل الأمور يعني إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله الكل مقبول، لكن العدد الله. أكبر يعني العدد تقريبا ضعف ما شاء يعني الله. مش شوية يعني. ما شاء الله. الله يوفقكم يا طويل العمر. الحمد لله. جزاك الله خير. شكراً. شكراً. خير. بشر بناتنا وأولادنا إن شاء الله في هذا البرنامج بإذن الله. بإذن الله. مشكور يا طويل العمر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. مشكور يا طويل العمر. جزاك الله خير. بارك الله فيك.